سلام المسيح، سلام الرب يسوع بقلب كل انسان عم يحضرنا. اليوم نحن حنكون سوا بسهره روحيه عم حطت 7. برحب فيكم، برحب بكل حدا عم بيحضرنا، وبصلي ببدايه هالحلقه انه هاي الحلقه تكون مباركه وتكون سبب شفاء لكل شخص عم بيسمعنا. مساء الخير باسم. مساء الخير توني، سلام المسيح لكل اللي عم بيشاهدونا على شاشتنا، شاشة 7. أنا بمسيكم بالخير، وإن شاء الله يا رب تكون الليلة سهرتنا هالسهرة الروحية تلمس قلوب كل مشاهدينا. بدنا نذكر بس قبل ما نبتدي توني إنه بالقسم الثاني حنبلش نتلقى اتصالاتكم المباشرة على الهواء. توني اليوم شو مواضيعنا؟ اليوم شو الأخبار الحلوة السارة؟ اليوم الحلو إنه حنكون ساعتين سوا مع بعضنا البعض. أول ساعة حكون قسم، تاني ساعة هو القسم اللي حكيت عليه باسمة إنه حنستقبل اتصالاتكم، وتوقع اليوم إنه حيصير في شفاءات جديدة ببيتك، بقلبك، بنفسك، بفكرك، بحياتك. اسمع، خليك معنا، ما تسكر المحطة وتقول شو عم بيحكوا اللي عم نحكي. نحن متحدى انك تكون اذا سمعت تشفى. هلا منشوف ليش. موضوع حلقتنا هي انه الرب يسوع عم بيجول يصنع خير ويشفي. يسوع هو امس واليوم والى الابد. طب انا وياك اذا بدي اسال سؤال، هل يا ترى يسوع اليوم موجود؟ بيقول وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. منو اللي هو معنا كل الايام الى انقضاء الدهر؟ بدي ذكرك انه يسوع هو الوحيد اللي اجى بهالكره الارضيه بكلمه منه قوم ميت بعد ما انتن، بعد 4 ايام انتن، يعني ما في شيء بجسده قادر بقى يكون صالح حتى لو قام. يعني هو بيصنع الانسان ويرجع بيجدده من جديد بكلمه منه اسمه يسوع المسيح. وقت بيصرخ علي عذركم قول اسمك اليوم توني، كم قول انت اسمك شو ما كان اسمك، توني، حنا، محمد، علي، ياسمين، فاطمة، رولا، مين ما كان، يسوع ما بيفرق. بدك انت بحاجة لكلمة من يسوع يسميك باسمك يقول لك كم، وهي كل شيء اصبح جديد. بقى اليوم حلقتنا انه رب يسوع بدي ذكر يجول يصنع خير، لانه مرة وقت طلبته شفاني حررني وبعده عم بيشفي، شفيها وحررها. صحيح، شفاني وحررني وغيرني ورفعني، وبعدني لهلا وما زلت حتى الان توني مبهوره مصدومه بعمل الرب بحياتي. بارميا 29:11 شو بيقول؟ لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم. الرب بيعرف افكاره تجاهك، بيعرفها. شو هي الافكار؟ بيقول الرب، يقول الرب افكار سلام لا شر. الله ولا ممكن يجيب لك ضربه. الله فكره تجاهك كله سلام، كله شفاء. الله فكره تجاهك انك تعيش الحياه بملئه، بصحه جيده، نفس جيد، نفس كمان مشفيه، وجسد مشفي، وتعيش تعيش الحياه بملئه. لانه يسوع شو قال؟ انا اتيت لتكون لكم، منو بس لفئه معينه من العالم، لكل البشرية. أنا أتيت لتكون لكم الحياة، لبل الحياة بملأة. أنا اختبرت هذا الشيء، واليوم معنا جمهور منرحب فيه. كمان بنسمع ضمن الحلقة كم شهادة حياة، كيف الرب شفى وبعده عم بيشفي وبده يشفيك. فكره تجاهك سلام، بده يشفيك. ما تسكر، اسمع، ركز معنا، ناطرك شفاء وتحرير. بقى حنسمع سوا مع بعض ونفرح، لأنه الرب بيسكن بتسبيح شعبه. بقى اليوم كلتنا نحن وياكم سبحوا معنا ونرنم سوا. آمين. بترنيمة الرب هو الله. آمين. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه 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 ونحن
امين 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 امين. دايما اقوياء. اول شيء بدي اقول الرب اللي هو الله هو الشافي. خلونا نشوف كيف الرب شافي. كلمه بنسمعها على طول انه الله بيشفي، بعرف انه الله بيشفي، بس كيف الله بيشفي؟ الله باول ترنيمه قلناها الرب هو الله هو صنعنا. اليوم اذا انت معك سياره جاكوار
بتاخذها على شركه الرينو تتصلحها، شو بيقولوا لك؟ ايش بك شيل؟ ليه جاي لعنا؟ روح على الشركه ظبط السياره تبعك، الشركه اللي صنعتها. نحن اللي صنعنا هو الرب. ما حدا قادر، ما حدا بالكره الارضيه قادر انه يرجع يصنعك من جديد الا اللي خلقك. كلتنا اخطانا، كلتنا مرضى. الرب يسوع قال انا اتيت للمرضى من الاصحاح، مع العلم انه ما في اصحاح. كل العالم هي مرضى. من طفولتنا كل كلمه بشعه نسمعها من اهلنا بالمدرسه من رفقاتنا، انت كسلان، انت فاشل، ما بيطلع من امرك شيء، او انت بتقول على حالك انا مني حلو، مني راضي، كله مرض، كله مرض. في الحسد والغيره والنميمه والتحزب بكل بلدان العالم، كله هيدا اسمه مرض، لانه المحبه ما بتخليك تحسد ولا تغار ولا تتحزب ولا تحب الانا اللي فيك. الكون كله تحت المرض، مش بس خاف من المرض كورونا، خاف من المرض اللي فيك، لانه هو بحاجه لشفاء. مين القادر يشفيك؟ هو اللي صنعك. الرب هو الشافي. شو بيقول بمزمور 103:2؟ باركي يا نفسي الرب ولا تنسي جميع حسناته. يغفر جميع ذنوبي. اول شيء شو؟ يغفر جميع ذنوبي. الكل اخطا واوازن من الرب. اليوم الرب عم بيدعيك توب، رجال عنده اعترف بخطيتك. اليوم عندنا مشكله انه كلتنا اذا بنحكي مع حالنا او بنحكي مع المجتمع كلتنا بنقول نحن منيح، انا منيح، انا شو بني، انا ما بروح هالكباريت، انا ما سرقت بحياتي، انا ميني اذي حدا بحياتي، اذي حالي. ايه بكفي انك تاذي حالك، بس بدي اقول لك كلمه، اللي بيأذي حاله بيأذي غيره. ما فيك تحط اعذار، كلتنا خاطين. اذا ما خاطب حق الاخر خاطب حق حالك. ليش؟ لانه عم بيمرق حياتك كله. انت مريض، والمريض اسمه مريض، مريض بده مستشفى. ومين المستشفى ومين الدواء؟ كلمة الرب. كلمة الله هي الوحيدة. بيقول علي بطرس، بيقول شو بيقول بطرس؟ او لا، بمزمور 107:20 بيقول ارسل كلمته. ارسل شو؟ كلمته فشفاهم. مين اللي بيشفي؟ مين الدواء؟ الكلمة هي الدواء. ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من مهالكهم. هلا انا اذا قلت لك انت عايش بالهلاك بتقول لي لا 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 انا بعمل حسنات، لمين قال لك انك بالحسنات قدرت تنشفى؟ وانا ما بدي اقول كلمه بتحدى، ما بحبها، بس بتحدى. وزع كل مالك اذا بتشفى، مال كل شيء فيه حسنات اذا بتشفى. ما فيك تعمل شيء. ياما في عالم وصلوا اغنياء البشر مش قادرين بيعجزوا هن ومالن وسلطن قدام مرض، وخصوصا مرض النفسي والجسدي، والاكبر من هيك الروحي. كلتنا عنا عقد. الاخت صارت بتغار من اختها، الخي بيغار من خيه، صرنا لمحل صرنا منكذب كرمال الماده، صرنا لمحل عم نبيع الغالي بشي رخيص، ضايعين، من عارفين لوين رايحين، مشتتين، ما في سلام بذهننا، عايشين بقلق بخوف. شو بده، شو مصيرنا؟ شو بده يصير فينا؟ هذا مرض، مرض انك ضايع. ضايع مثل السكران، سكران بحاجة انه يرتاح في كرمال ينشفى من مرضه، كرمال يكون انسان على صورة الله ومثاله. لانه ما نتذكر انه الله خلق الانسان على صورته ومثاله، وما بيقدر انه انت ترجع على صورة الله ومثاله الا ما تتوب وترجع للرب وتقرا كلمته تنشفى. بطرس، رسالة بطرس الأولى فصل 2 آية 24 شو بيقول؟ هو الذي بجراحه شفيتم. نحن بجراحات مين شفينا؟ هو أخذ جراحات تيشفيك، ما بده إياك تتعذب. اليوم بأسف 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 أشخاص كتير بيقولوا لي الله بعث لي مرض. بتطلع في هيك بيجي لو فيني أضربه، بس ما فيني بحبه. الله بيبعت ابنه مرض؟ بيك بهين لا انه يبعث لك مرض؟ شو هالحديث هيدا؟ الله اخذ اوجاعك واخذ مرضك واخذ كل شيء انت تعيش بصحه كامله جسديا نفسيا روحيا. الله ما بيبعث مرض، الله بيشفي من المرض. امين.
ابليس بيبعث المرض. هلا بتقلي الرب سمح بمرض، ابليس بيجيب المرض على حياتك، الرب بيحول الشر الى خير، بيسمح له ابليس الى خيرك. بقى اليوم الله لا يرسل امراض الى حياتك، هيدي الله بيشفي من امراض. طيب كيف انا اليوم بدي اشفي؟ خلونا نشوف. بيقول بخروج 15:26، فاني انا الرب شافيك. هو الرب شو؟ شافيك، بده يشفيك. مشان هيك اليوم انت مدعو، اذا طب فشل بحياتك، اذا مريض مش قادر تتحكم، اذا انت حاسس حالك انه وضعك مريض بادمان، بالقمار، بالزنا، محبة المال، بالكره، بالبغض، انا اليوم بدي ادعيك انه رب قادر يشفيك ويحررك من كل شيء، مثل ما شفاني وحررني. شفاني من جروحات ماضية أليمة بحياتي، حررني من كتير قيود كانت موجودة بحياتي ما كنت فيني أعيش بلاها. كنت أنا أقول بحياتي القمار والمخدرات والكحول المشروب والنسوان، حولي ما تشولي لي من حياتي، لأنه إذا وحدة بتروح ما فيني أعيش بدونهم. يعني كنت مفكر إن هني الحياة وإني مصدر الفرح، كنت مريض بفكري بذهني. كل إنسان أتلين هم بكرة هو مريض، كل إنسان عنده قلق بحياته هو مريض. المرض مش بس مرض جسدي. شو بيقول هون؟ يسوع يشفي المرضى. مين بيشفي المرضى؟ الله، بعرف الله، بس وين شفناهن علنا؟ بيسوع. خلونا نشوف. فلما نزل من القارب رأى جموعا كبيرة فأشفق عليهم وشفى مرضاهم. الله يسوع بمتى 14:14، انا اليوم بدي صلي انه ياكن يا رب اشفق علينا وشفينا مرضانا. الرب قادر انه يشفيك ولو ببيتك. الرب قلبه كله حنان، كله رحمه، كله محبه. الله نيته صالحه وفيها سلام تجاهك، بحاجه انه يشفيك وبيسمعك. حتى الرب بيسمع تنهداتك، بس تواضع اليوم قول له يا رب انا بحاجه لك انك تشفيني. بكفي انك تآمن وتصدق، بكفي انك تصدق انه الرب قادر يشفيك. مشان هيك هون بمتى 9 اي 35 شو بيقول؟ وطاف يسوع في جميع المدن والقرى. طاف يسوع في جميع المدن والقرى. وين؟ باي مدينة انت؟ بالجزائر، بالمغرب، بمصر، وين ما كنت، باي مدينة يسوع الآن موجود حدك ومعك ولحو عم بيسمعك. جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن، عم بيعلن لك اليوم بشارة الملكوت. شو الملكوت؟ بشارة الخلاص، البشرة المفرحة. الملكوت انك تعيش حياة حلوة، لانه فكره سلام تجاهك، انك تعيش بفرح وبسلام وبصحة جيدة جسديا ونفسيا وروحيا، هيك مشيئته. هلا في اشخاص بيقولوا يسوع او الانجيل محرف. لك انا بدي اقول اذا هذا هو المحرف بيشفيني، انا مع المحرف. منا جايين نعمل مجادلات مين هيك؟ انا بيهمني عيش حياه مليئه بالشفاء، مشفي، وعيش حياه حلوه بملئها. ما بدنا نفوت بجدالات، بس انا شاهد انه الانجيل ويسوع شفاني وحررني. انت بتعتبره محرف؟ منا مشتي انا وياك يا خي محرف ومو محرف. داعش فيه مثل ما شافيني، مش وحدي، ملايين من العالم. ما حدا قادر بفكر العالم، بفكر البشري المحدود، معقول يتحط الغير محدود بالمحدود؟ بقى خلينا نرجع اطفال، طفل. بيقول الرب ان لم تعودوا كالاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. وقف لي فكرك، خلينا نرجع لغه قلب، من قلب للقلب. خلينا نمسك ايدين بايدين بعضنا. انت خيي، انا بحبك، انت انسان وانا انسان، خلينا نمسك ايدينا بايدين بعض. هلا البروجرام انعمل كرمالك، هلا البروجرام انعمل لكل انسان مجروح، لانه يسوع اشفق عليك اليوم وعم بيسمعك الموضوع. اشفق عليهم وشفى مرضاهم. يسوع بعده الان، هو امس واليوم والى الابد، بعده بده يشفيك. واعلان بدي اعلنه اليوم، اذا بتامن انت على التلفزيون، اذا بتامن بتشفى. كيف بنقول هاي شو؟ ليش بنقول هذا الموضوع؟ لأنه مكتوب فسمع يسوع كان ليارس
كان اجى عند يسوع قال له بنتي عم بتموت، ماتت هي اصلا، عم بتموت مريضه. اجى لعنده ركض لعنده قال له دخيلك يسوع، بنتي عم بتموت، تعا تعا تعا. شو بيقول له يسوع؟ لا تخف، انا اليوم بدي ادعيك. مهما كانت حالتك، كيف ما كان وضعك، بعده عم بيزول ويصنع خير ويشفي ويحرر. كل تسلط عليه ابليس. قال لك لا تخف. وين؟ بلوقا 58. اخي تبرى محرفه من محرفه، جربها وامن فيها بتعرف اذا محرفه. لا تخف، يكفي ان تؤمن فتشفى. امين. يسوع وقت قال هالكلمه كانت شفيت بنته قبل ما يروح بيها لعندها، كانت مشفيه من لحظه يسوع طلعت هالكلمه من تمه. بقى الرب يسوع بده اياك اليوم عم يسالك، بتصدق يا ابني؟ بتصدق يا حبيبي اني انا قادر اشفي؟ بتآمن؟ بتآمن؟ ايمتى بيشفي يسوع؟ بأشعياء 19:22 بيقول فانه يشفيهم حين يرجعون اليه، يرجعون اليه، يعني رجع لعنده ويستجيب لهم. ايمتى بيشفيك؟ وقت بترجع لعنده، تواضع، رجع عند الرب بيشفيك وقادر يشفيك. بمزمور 127 بيقول ارسل كلمته فشفاهم ونجاهن من مهالكهم. والرب اليوم بده يمجد اسمه لانه دائما بيتمجد، ما بيترك حلو بلا شاهد. واليوم انا اؤمن اذا بتامن وبتسمع كلامه تشفى. والشفاء منه بس شفاء جسدي، في شفاء نفسي، في شفاء روحي. خلونا نسمع ترنيمه مع بعضنا وتجول يا رب. Yeah.
امين 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 امين. يعني نحن بصدق منقول يا نيينا يا نيينا بالمسيح، يا نيينا بالمسيح، لانه خلينا شيلنا من الموت، شيلني من الخطيه، شيلني من مرضي، شفيني وحررني وخلصني. لو منه انا اذا بدي هيك اسال حقلي سؤال، لو من يسوع بحياتي انا وين كنت اليوم؟ كنت اصلا عايش ميت، عايش ميت. يسوع بيقول انا هو الطريق والحق والحياه. انا بدون يسوع كنت ميت. كيف بعرف حالي اني ميت؟ في اشخاص بيعملوا فحص دم، بيعملوا فحص دم تيعرفوا قديش معن سكري، بيخافوا على حياتهم على صحتهم، بيخافوا على حياتنا صحتنا، مثل ما كلتنا بنخاف على صحتنا ومرضنا. ليه نمرض؟ خايفين من المرض. حبيبي انا بدي اعطيك شيء تاني، روح نعمل فحص دم ليكون معك تريجليسيريد او سكري تالي او ضغط او 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 او. خلينا انا وياك نعمل فحص دم، بس فحص روحي او فحص حياتي بدي اسميه. انا بدي اليوم شوف انت عايش حياة، سأل حالك، هنعمل فحص انا وياك، انت جاوب انا ما بدي جاوب. اذا عملنا اما اذا انت عايش بخوف، سأل حالك عايش بخوف، خوف من المرض، خوف من الموت، خوف من انك ما يكون معك مادة. بيقول الرب ما تعبد ربين الله والمال، خوف من انه حدا يغدرك، عايش حزين او فرحان. ما في نص نص، اذا منك فرحان يعني حزين. في وصية جديدة بيقول علي الرب يسوع، الوصايا اللي بنعرفها بعهد القديم هي لا تقتل، لا تزني، اكرم اباك وامك، احفظ يوم الرب. شو بدي فيها قبل المسيح 700 سنة؟ اجا يسوع عمل ابديت، وقت اجا عمل ابديت لكل شيء، انه مكتوب لا تقتل، اما انا فاقول من قال لاخيه احمق يستحق نار جهنم. مكتوب لا تزني، اما انا فاقول من نظر الى امراه وشاء. غير وصعب الموضوع. اذا انت اليوم عندك شهوه ارضيه جسديه ماديه بدك تملك، بتعرفوا كل شخص بيقول يا ريت يا ريت هذا انسان عنده مرض اسمه مرض الجوع مش شبعان، يا ريت يا ريت بيتمنى يا ريت. بتعرفي كل شخص اليوم عم بيعيش بآلام الماضي وحديثه بيحكيه كل يوم عن اشياء صارت معه بالماضي، هذا كمان انسان مريض بده شفاء. هذا انسان مريض بده شفاء، لانه بيقول مربولة علي ان انسى ما هو وراء واتقدم الى الامام. أمين. بتعرفوا كيف بشبه هذا الانسان اللي بيحكي بالماضي وفي ذكريات قليمه بحياته عم بيحكي فيها؟ يفتح السي دي، رجال ومره بيفتحوا السي دي ذاته، من زمان ومن زمان ومن زمان، وانت عامل فيني بخبرونا خبريه كلها ماضي. بتعرفوا شو معناتها اشياء ماضي؟ مثل الانسان حامل جثه ميته وريحتها طالعه. يعني كل انسان بعده عم بيحكي بالماضي ريحته طالعه. انت مريض ريحتك بشعه، بدك تحرير من القصص الماضية، الرب يحررك، وما حدا قادر يحررك من الماضي مثل ما حررني من الماضي إلا البشرة الحلوة المفرحة، شخص إليه اسمه يسوع المسيح. بدي أقول لك كمان، إذا عايش بقلق، يسوع بيقول لك لا، مثل ما قال لا تقتل، لا ناهية، لا تقلق أبدا، لا تكونوا إلا فرحين. اللي عنده قلق هو مريض، اللي مش فرحين فرح كامل هو مريض، اللي عنده خوف هو مريض. وبتحدى طب على وجه الأرض قادر يعطيك فرح سماوي وسلام يفوق العقول وراحة حقيقية إلا الوكيل الحصري الوحيد اللي بيملك هذا الشيء اللي هو الله. عندما تأتي إليه بشخص يسوع المسيح، أنا هو الباب، لا أحد يقدر يوصل عند الآب إلا بي. بقى اليوم بدي أديك، أنت مريض، أنت مريض، ما تطلع بجسدك، ما تقول صحتي منيحة، لا، بتخاف، عندك قلق، حزين، عندك تشويش بذهنك، عندك محبة مقيد بشيء، عندك إدمان، إدمان على الكحول، إدمان على المخدرات، ادمان على حبوب، دواء اعصاب،
كله مرض، رب اجى تحررك ويعطيك حياه جديده بصحه كامله، وهو شاعر فيك، هو بحبك وعينه عليك ولح حدك وعم بيسمعك. اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. كل انسان نفسيته تعبانه، ما حدا قادر نفسيته ترتاح الا من خلال كلمه ربنا. والرب اليوم بهالوقت عم يدق حبيب قلبك، بده يفوت تيحررك، بده يفوت تيشفيك، بده يفوت تيعطيك الحياه، لانه بحبك 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 مثل ما انت، بحبك بحبك مثل انت محبوب. الله بحبك اكثر من امك وبيك بحبوك، اكثر من مرتك وولادك بحبوك. قل في واحد مفكر انه اذا معه ماده ليلا بتحبه، طب اذا ما معه ماده؟ يسوع بحبك انت وفقير وانت عم تشهد وانت معك كثير مصريات، وكيف ما كنت تكون بحبك جوكر حب ليك. اذا انت ما بتحب حالك هو بحبك، انت محبوب، بحبك بدون شرط، بوسخك بخطيتك بضعفك، ولو انكرته لو سبيته لو هنته بحبك. واليوم بده يدعيك، بقول لك بدي اعطيك حياة جديدة، بدي اشوفيك الطريق، وعندي مقصد لك سلام، اني اعطيك حياة جديدة ونجاح جديد. ولو حياتك الماضية كانت كلها فيها فشل، ولو فشلت، الرب قادر يرجع يعوض لك كل الايام اللي اكل تجراد اضعاف واضعاف. انا عم بدعيك دعوة مجانية، تعا عند الرب ما تخاف، مش حتخسر شيء. ما بدي منك ليرة ولا بده منك ليرة، هو صاحب كل العطايا، ما بده الا بس فرق شغلي منك. يا بني يا حبيبي يا بنيه، اعطيني قلبك، تعطيني قلبك وشوف، فلتلاحظ عيناي تركي. بتوثق بكثير اشخاص ما بتوثق بالله؟ ايه، من اليوم خلونا بترنيمي مع بعض، انا شاعر بيك، صليها معنا، ما تسمعها كغنيه او ترنيمي، صلوها معنا.
في راعي عم بيرعى غنماته وطلع راس الجبل، ومع راس الجبل لقى بيضة حتى بجيبته ونزل فيها على المزرعة اللي عنده وحط هالبيضة تحت الدجاجة مع البيت تبع الدجاج. بعد 21 يوم فقصوا البيضات وطلعت هالبيضة اللي جابها من راس الجبل، طلعت بيضة نسر. عيش هذا النسر مع الصيصان وصار عيش معهم، صار ياكل مثله مثل الصيصان، يبحشوا بالارض وياكلوا جاي. قام الراعي يطلع بهالسوق بين النسر يأنبو ضميره، يا عمي هذا نسر ملك الطيور بياكل اطيب لحم، عم بياكل دودو جاي من الارض ويحبش بحبش بحبش ام يحبش بح ينكش إيه؟ ينكش قام رجع تيجي بسينة، يخافوا الصيصان من البسينة ويهربوا. قام النسر يهرب مع الصيصان، بدل ما البسينة تهرب من النسر صارت النسر يهرب من البسينة. انقلبت الحكاية، يطلع الراعي هيك يقول يا عمي هذا ملك الطيور كله بيخاف منه، عم بيخاف من بسينه. يطلع هيك بطلوع النسر يقول نيالن طايرين، نيالن عايشين، نيالن طايرين، نيالن عم بيشوفوا كل شيء من فوق، عايشين محلقين. ينط السوس حت منه، سكات نحن مملكة الصيصان، عيب.
قام يسكت هو عيب انه مش منها حلوة انه هو بينتمي لمملكة الصيصان. صار عيب اذا حلم انه يحلق. يطلع الرأي هيك عم بضميره انه هذا لازم يحلق. ولكل انسان فينا مدمن مريض عم بيتعب بالحياة وينبش بالأرض تيطلع اللقمة، لأنه أولاد الرب خير ورحمة بيتبعوه كل أيام حياته. نحن أولاد الملك، ملك الملوك، منعيش أمراء وملوك، ما بيعوزنا شيء من الخير. الله هالقد حبني تناقش اسمي كف إيده مغروم فيني تيعوزني. الله قال أنا أتيتك أغلى ما أنت يا حبيبي ليك، أنت مما كان اسمك أتيتك أغلى شيء عندي، أغلى شيء عندي ابني، خليته يموت على الصليب كرمال أحييك. كيف ما بدي أعطيك كل شيء معه يا قليلي الإيمان؟ راكدين بدي ناكل ونشرب، عم تشحد؟ عم تشحد كلمة حلوة من حدا؟ عم تشحد حدا يدعمك؟ عم تشحد حدا يسندك؟ عم تشحد حدا يعطيك من أهمية؟ عم تشحد إذا راحوا رفقاتك وما أخذوك لما بقى معك بالسيت برمت أيامك؟ شو عم بيصير معك؟ يا نسر بس عيش حياة الصوص، ضايع، فيك ديفو، مريض، ضايع. قام الراعي قنبوا ضميره وطلعوا على راس الجبل وقال له طير انت نسر، تيتي يا تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يطلع على اساس يا ما في اشخاص منكم بيروحوا عند الحكمه، مين ضد الحكمه؟ انا. بيطلعوا على مكان مقدسات، مين ضد المقدسات؟ بيروحوا عند كتير اشياء، في اشخاص كتير بتروح عند الشيوخة تعمل كتيبة وسحر وشعوذة وحياتن بتصير اسوأ مما كانت. عم تبرم تتلاقي حظ، عم تبرم تتفتح بالرزقة، هذا كله شعوذات. وحكون حنبشرك انا خبرية جديدة، كل ما تركت ورا كتايب كل يوم أسوأ من يوم، وكل يوم أنحس من يوم وأمرض من يوم. أما وقت بتجي عند يسوع كل يوم أشفى من يوم وأحلى من يوم وأنجح من يوم. لوين عم بتروح يا مريض؟ لوين عم بتروح يا ضايع؟ مثل ما هيدا النسر ضايع منو عارف ابن مين، هويته انفقدت. إجا يسوع الصليب تريد لي هويتي، هويتي إني أنا ابن الله، هصورته مثاله، كل شيء حسن. ولكن وقت الله خلقك قال حسن جدا. طلع يطلعوا على راس الجبل انتو نسر، انت نسر، يرجع تيتي يا تيتي. يا ما في اشخاص يقول لك يلا قوم شيء، لك انت بيطلع منك بس منك قادر تعمل شيء. او هونيك نهار راح هيدا الراعي سأل شو بدي اعمل، عندي نسر هي السوس، ويا ما في عالم عايشي سيسان بتخاف. كل انسان بيخاف هو يسوس، كل انسان عم بيركض ورا المادي هو يسوس، كل انسان من عم بيشوف لوين رايح هو عامى قصير النظر هو يسوس. بس اليوم بدي بشرك من خلال سارة روحية ومحطة سيد سبع انه انت مش سوس، انت نسر. امين. بالمصري السوس يعني كتكوت. وتحية لأهل مصر. بقى شو بيعمل هيدا الراعي؟ بيطلع النسر على راس الجبل وبيثبت له عيونه على الشمس، وبيضل مثبت له عيونه على الشمس سيحمر عيونه مظبوط. وقت بيحمر عيونه مظبوط الشمس هي نور، بيجي منها حرارة شعلة. النور بيقول عن النور انا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي بالظلام. النور هو الكلمة يسوع. بنصحك ثبت عينك هالكلمة، وقت بيحمر عيونك مظبوط وحدك بتعرف حالك انك انت ملك طيور ونسر، وبتاكل اطيب لحم وبتحلق مثل النسور، وبتحلق مثل ملك الطيور. ايش بيسموه؟ نسر. بيحلق كأجنحة النسور يحلقون، وبتاكل اطيب لحم، وبتصير لبسان يخاف منك، بتحول من جبان الى قوة. هذا هو الروح القدس. الروح القدس وقت بيحل
بيحول الانسان تحويل من حياه الى حياه، هي هي الولاده الجديده. اليوم بدي صلي انا وياك. قبل ما نسمع اخر ترنيمه من بارت 1 البارت 1 ومن بعد بارت 1 حنسمع شهادتين حياه، انه الرب بعده عم بيجول يصنع خير. نحن مش عم نحكي كلام هوا ولين عم نفنص، نحن بنتحدى مطرح ما تكون انه الرب قادر، لانه شافيني بيشفيك وبيحبك مثل ما بيحبني. مستقبل اتصالاتكم، كل حدا عنده مرض، كل حدا بحاجة الى صلوات، نحن معك انت تصلي لبعضنا البعض. صلوا لبعضكم البعض لاجل مشان تشفوا. صلواتنا بتستجاب. امين. بقى نسمع سوا؟ نسمع سوا. يعني نحن بمغزى قصتك الحلوة الشيقة الرائعة منفهم انه عندنا سلطان لازم نستخدمه ننتهر فيه، مظبوط؟ يكون عندنا قوة بمحبة يسوع، بمحبة بمحبة. هلا انا ليش اليوم شو عم بعمل هون؟ انا جاي اخبر عن الرب. نعم. منو انا؟ بنشوف بطرس وقت اختبر الرب اعطى سلطان لتلاميذه، صحيح، صار خيال بطرس يشفي. في كثير اشياء الرب عم بيشتغل. تاري يسمع المشاهد هذا الكلام كانه الرب بده يقول له انا شاعر فيك، اسمك على كف ايدي. أمين. انا بحبك، انت منك وحيد. ولو الحكمه عطقه الامل من مرضك، انا قادر بكلمه منك بلمسه مني اني اشفيك. ما تيأس، ما تخاف، ما تقول ما في امل بالمسيح. من نام هالشي متى ما انت تقول نعم، لو كنت مكرسح بتصير تفز. ما تخاف، يسوع بحبك. نسمع. You are here, healing her.
You're working, even when I don't feel that you're working.
التربية في عصر الانفتاح والتكنولوجيا والمعلومات أصبحت أمر صعب كتير. بنواجه مشاكل وتحديات مع أولادنا ما بنعرفش نتصرف فيها، وأحيانا بنتصرف بطريقة عشوائية. للأسف النتائج بتاعت الطريقة العشوائية دي بتظهر بعد وقت طويل مع أولادنا. استنوني في برنامج الكوتش، حلقات جديدة وموضوعات جديدة. مستني تليفوناتكم، مستني استفساراتكم. إيهاب ناجي. اتجوز وهو عنده 40 سنة. 20 سنة بينتظر الابن الوارث. ده مفيش غير ابراهيم ونسله، ده اللي منه ما يجي المسيح. يعلمنا اللجاجة والصراع في المقادس. الضغطة دي هي اللي هتجيبك عند قدميه من غير انت ما تحس. هتلاقي الرب بيجري عمل داخلي فيك. النهاردة ما اقل ما ننبث في حضرتك. سيبه هو لي وقته وعنده الحكمة امتى يتدخل وكيف يتدخل. بنرجع معكم مشاهدينا بسهرة سهرة روحية اليوم، تنرجع نشوف انه الرب عم بيجول يصنع خير وقدر يشفيك. وحنسمع ونعطينا اتصالاتكم، كل حدا بيحاجي لصلاة، كل حدا بيحاجي لان نسمع شو في الرب عم بيكلمه. كل حدا يمكن هلا عم بيقول بدي اتصل بس مالي عين، انا بشجعك انك تتصل. كل حدا بيقول بدي اتصل بس شو بدهم يعملوا، لا قادرين رب معنا وبالوسط، قادرين بنعمة الرب. انه الغير مستطاع عند البشر مستطاع عند الله. أمين. اتصل ما تخاف، ناطرين اتصالاتكم بهالوقت بهالوقت وبهالوقت. بنسمع كيف الرب شفى عائلة جون، محامي جون والمعلمة ساندي. حنسمع منهم كيف الرب تدخل بحياتهم وشفيها وغير كل شيء بحياتهم. تفضلوا. Bonsoir Tony, bonsoir Basima. Bonsoir, مساء الخير. ميرسي. انا وجون متزوجين صار لنا 11 سنة. تجوزت انا عن عمر صغير، يعني خلصت الماستر ودغري على 21 تجوزت عمر 21. وكنت اعرف اسمع انه هو بيروح بيتسلى بيلعب ورق مع اصحابه بوقت الفراغ. بس لانه تجوزت على عمر صغير وتعرفنا على بعض كان عمري 18 سنه، ما كنت هالقد بعرف شو يعني ادمان على لعبه القمار الميسر. مزبوط. فتجوزنا، ومن بعد ما تجوزت بايام قليله انصدمت انه انا لحالي بالبيت. معظم وقتي بقضي بالبيت، جون منه موجود، بحالة نفسية على طول تعبانة، على طول عنده قلق من بكرة. ما بقدر أنا وياه نتفق إنه نحط مشروع لبكرة. واستمر هيدا الوضع كذا سنة بعد الزواج، وصار عنا صبي كمان. وهون
هون صارت القصص تصعب أكتر علي، لأنه كنت حس بوحدة كتير كبيرة، وكنت حس أنه أنا بمحل معين ما عندي سند أنه أسند حالي فيه على حدا. أكيد أنا جاية من عائلة مؤمنة كتير، وبي بوجه له تحية كمان، حدا كتير بيصلي، ومن أنا وصغيرة بوعى أنه كنت كل ما أطلع على البابا، هو كمان مدرس مثلي، كان كل وقت عم بيفتح الإنجيل وبيقري الصبح قبل ما نروح على المدرسة، ومن عشية قبل ما ننام شوفه عم يقرأ بالإنجيل. فأنا صار عندي شوق أنه اسمع كلمة الله وأنه اقرأ الإنجيل، وكان عندي شوق أنه على طول كون بحوار مع يسوع وصلي على طول. أنا عم صلي بآخر وقت من يعني من قبل ما جان يشفى، وصلت لمحل حسيت حالي أنه أنا في عايشة بصحراء. زعلت من يسوع وقلت له أنه أنت بيي وأنا برفض، لأنه أنا كمان علاقتي ببيي على الأرض بالبابا كتير حلوة، وبيي ولا مرة مزعلني. قلت له برفض صدق أنه أنت بي، أنا بطلب منك أنك تشفي جوزي كرمال ابني ما يشوف بيه بهيدي الحالة ويخيب أمله فيه. أنا برفض أنك أنت ما تكون سمعني، وأنا ما بقى رح صلي لك، خلص أنا زعلانة منك. واللي صار أنه عشت يعني كذا سنة بالعذاب والقلق والحزن، وبطلت خلص صلي. يعني هل إنسان المؤمنة نعم صارت عيشي بحزن بيأس، وفقدت الرجا كمان، وما بقى في رجا، صرت اقول انه ولا ممكن هيدا الانسان يشفى قد ما كان هالقد يعني عنده عادات سيئه. يعني كنت عم تعيشي حياه سوس نوعا ما ما في نوعا ما، يعني صار عم بيحلق يسوس كتكوت. ايه حنسمع مات جون، رب شفيك من شو؟ رب بيشفي، بنسمع انه بيشفي من شو شفيك؟ كنت مدمن على القمار على جميع انواعه، يعني غير القمار، لا ما كل مار. هلا القمار تفرعت منه مثلا الخوف، خوف من بكره، دائما كان بدك عباده المصاري، عباده المال، لانه صرت تشوف انه كل بكل شيء المصاري بتعمله، يعني غير برات المصاري ما في شيء، الدنيا ما لها طعمه. يعني صار القمار اهم من عائلتك؟ صار القمار ربي، وما كنت عارف هيدي الشغله، لانه بذات الوقت على كذا سنين، على أكثر من 10 سنين، يعني من قبل ما أتعرف على ساندي وجريت كأول كم سنة من زواجنا، كنت فكر حالي عم صلي لربي وأنا عابد رب تاني. يعني فيني أقول أنه أنت كنت مريض، الرب شفاك؟ أكيد. رحت عند أطباء يشفوك؟ رحت عند بسيكولوج وبسيكياتر أكثر من 20 واحد. قدروا يشفوك؟ لا، وجربت أكثر من شي 100 دواء. يعني بدي ارجع هون وجه للمشاهدين، اللي بيجهز اللابتوب بنهار بلمسه رب اليوم قادر يحررك من اكبر ادمان عندك، ايه بكلمه منه بس عليك ترجع وتطلبه وترجع لعنده. نحن معنا اتصال توني على الهواء، معنا نقول الراعي مساء الخير سلام المسيح. مساء الخير اخت باسمه. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير لك ولخينا توني وللحضور. اهلا وسهلا فيك. انا بدي شارك باختبار صغير اذا في مجال. تفضل. انا كمان الرب شفاني من مرض يلي هو مرض الخطيه. نعم. يعني كنت عايش بالخطيه على الطريقه اللبنانيه، يعني بالطول وبالعرض. لعمر 27 سنه. خيي نقولها، كيف الطول والعرض؟ مشان العالم ما لحا تفهم كيف طول وكيف عرض. يعني كل شيء بيعيشوا اللبناني بيعيشوا على الاكستريم، بيعيشوا بياخذوا للحد الاقصى، وحتى الخطيه بنعيشها على الاخير. كيف يعني؟ مثل شيء سمي لي. يعني الكذب، بنصير نكذب كثير الى اقصى ما يكون، بنزني كثير، منسب كتير، يعني كل شيء بنعمله على الأخير. يعني رح بخطيتك على الأخر، نمشي بالعرض. نعم. الغاية كان في عندي مثل تعلمته من أستاذ بيعلمني كان اللغة الإنجليزية، هالمثل بيقول ألمع فجر من أحلك ليل. برجع بعيد، ألمع فجر من أحلك ليل. فتكمشت فيه هذا المثل، وصرت قلت له للرب بدي اعرف شو هو هالفجر اللامع وشو هو هالليل الحالك.
بالنسبة لإلي كان الفجر اللامع هو الغنى، زواج، عائلة، مصاري، ازدهار بالحياة. والليل الحالك بالنسبة لإلي كان الفقر والتعتير والحرب بلبنان. إلى أنه نهار باختصار انوجدت بأوضة لحالي وصار عندي ألم ما دقت مثله بحياتي، ألم ووجع بالضمير. هلا هذا الوجع ما دقت مثله بحياتي، وهذا الوجع دفشني لحتى انتحر. هلو. ألم وذنب، أو بالأحرى إحساس بالذنب على الخطية اللي كنت عم بعيشها. وقدرة إلهية جرتني جر عود ما انتحر وركعتني على ركابي. آمين. ويلي هو الروح القدس. آمين. وأنا بس ركعت على ركابي وصليت مش 1000 كيلو، يمكن 100,000 كيلو نزلوا عن كتافي. هاليلويا. شو اجى بدالهم؟ يعني اوكي راحوا، شو اجى بدالهم؟ اجى سلام. 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 انت اختبرتوا السلام بالماديات؟ لا ابدا، نوي لا بالماديات ولا بغير الماديات. لا بتضل عندي هذا اللغز، بدي اعرف شو هو الفجر اللامع وشو هو الليل الحالك. نعم. لحتى نهار سمعت في اخ عم بيقول اي من الانجيل، لان الله الذي قال أن يشرك نور من ظلمة هو الذي أشرك في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله. آمين. وجه يسوع المسيح. آمين. آمين. يعني بكلمتين مختصرين، طلع الفجر اللامع هو نور يسوع. آمين. أشرق في قلبي. والليل الحالك هي الخطية. صح. خطية اللي كانت معشعشة بقلبي. أنا بدي زيد عنك إنه لأنه نحن اليوم في عيد بنحتفل فيه بلبنان، إنه واحد نيسان كذبي، كذبي بيضة وكذبي سمرة والزرقة. أول شيء بدي أتشكر خي الأولى هاتليفونك، بدي أتشكرك هخبرتك أنك عم تشهد للرب أنه الرب شفيك وما زال يشفي وبده يشفي اليوم. كتير أشخاص عم بيسمعونا أكيد، ومعنا كتير اتصالات توني ناطرة. فضل. يعني فضل. مساء الخير. أوكي. بعد اليوم الرب عم بيشفي، الرب عم بيسمعك كلامه، بده يشفيك، بده يحررك، لأنه الرب الأهل البي بيزعل كتير وقت ابنه بيكون حزين. الرب حزنين حزنك، الرب دمعت وبتنزل لأنك الآن لأنك خايف. وبدي أقول لك شغلي، أكبر إهانة للرب بوجوده أنك تكون الآن. أنا يا بي موجود وأنت الآن، أنا يا بي موجود وأنت قتلين هم كيف بدك تاكل وتشرب، أنا يا بي موجود وأنا صاحب كل سلطان هالأرض، انت خايف من شيء؟ انا حبيتك وبعدني بحبك حب الى المنتهى. ما تخاف، ما تهيني، انا برعيك وبشفيك وبحررك. انا كني امين بخدمتك. امين. يسوع جاي يخدم وبعده هو بيخدم لك وعم بيغسل لك اجريك، عم بيناديك انه يناديك، تعالوا وانظروا ما اطيب الرب، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، تعالوا وانظروا الرب كيف قادر انه يغير لك كل شيء بحياتك. خلينا نخلص من شهادة ماتر جون ومدامته، بنشكر الرب عليهم، انتوا ابطال بالرب. حياتك كانت تغيرت بيسوع المسيح، بك كانت تغير. الرب شفاك، يسوع شفاك. اللي عجز عليه الطب بمصريات دفعت مصاري فلوس وما قدرت تشفيت، اجى الرب يسوع شفيك مجانا، اخذ منك مصاري. دقت نص ذره من طعمه الروح القدس كانت كافيه لتشفيني. امين. غير لك فكرك؟ محالي كل الماضي تبعي، يعني ما بقى عندي كوابيس الماضي وقد ايه خسران وقد ايه عامل وقد ايه هيك، ما بقى عندي ماضي. باكم كيف صرتوا عايشين كعائله وقت فات يسوع على البيت؟ بسلام، اكيد بسلام وبفرح، وراح القلق وصار في رجاء، صار في يعني صار عندي يقين انه ربنا بيسمعنا حتى لو اوقات تاخر، بس هو سمعنا. يعني قديش انتوا اوادم كنتوا ولكن كنتوا ميتين. صحيح. ما كان في مسيح بالبيت. بدي اسالك سؤال اليوم، لو يسوع ما تدخل بحياتكم كيف كنتوا؟ ما كان في عائله اكيد، لانه الانسان ضعيف بطبعه وعنده قدره للاحتمال. فما ما كان في حياه؟ ما بفتكر كان في عائلة. عائلة ما بدي اقول عائلة، ما في حياة. ما في حياة اكيد. يعني بيكونوا ميتين. مزبوط. ابني هذا كان ميتا.
فعاش كان ضالا فوجد. ننقل نسمع خبرة تانية من عائلة تانية. سلام المسيح اخواتي، كيفكم؟ سلام المسيح، اهلا وسهلا فيكم. شو تاتو كل الايدين تاتوات؟ شوفوني هيك من هيك تشوف شو هولي، خبروني عنهم. سلام المسيح اول شيء. بقلبك جاني، هو هيدي مهنته هي التاتو، ونحن قربي شوي الميكرو لو سمحت اختي. نحن تعرفنا على بعض، جاني عنده محل بيعمل هو تاتو، كانت من هواياتنا يعني يكون عنا تاتو، نعمل تاتو. خبركم شوي عنا. نحن تعرفنا على بعض وتجوزنا بعد سنة من ما تعرفنا على بعض. أنا اكتشفت إنه جوني كان بيتعاطى المخدرات قبل ما نتجوز، بس كنت مقتنعة، هو بالأحرى كان قنعني إنه هو قادر يسيطر على هذا الموضوع. هو بيصيره بس بالمناسبات، وكان يعني أهدافنا كانت على أساس متوحدة لحد ما تجوزنا. من بعد ما تجوزنا أكيد صار في ضغوطات الزواج والولاد، صار عنا بيبي. وين وصلتوا آخر شيء بالجواز؟ يعني وين وصلتوا؟ للطلاق. وصلتوا إنه هول اثنين اللي حبوا بعض كثير، عديتي أهلك بتصور كرمال تتجوزي. بعد ما مرقت بكثير حياة، كان تعبان بده يتجوز لأنه فكر هو إنه بالزواج بيتغير شيء وبيرتاح. وصلنا انه عدوين بعض وبدنا نطلق. نعم. صح؟ نعم مزبوط، لانه قطعنا بضغوطات كتير وزادت كتير عن حدها قصة تعاطي المخدرات، وصار هو بمال وانا بمال. انا كان كل همي شغلي وبنتي وبيتي، هو كل همه المخدرات وشغله. هيك كنت انت دايما تحطي اللوم عليه انه هو غلط، انت صح؟ ايه كنت. بعد ما تعرفت على يسوع كمان كان بس هو الغلط وانت الصح، ولا شو صار؟ لا، بس تعرفت على يسوع اكتشفت انه اول شيء انا لازم صلح حالي قبل ما صلحه. قبل كنت صلي اقول له بليز غيره، انا مش عامله شيء، شو ذنبي، ليه عم بيصير فيني هيك، ما انا منيحه وانا هيك. بعدين اكتشفت انه لا، نحن من ابسط الخطايا، من الكذب اللي مفكرينها كذب بيضة، هن كلهم كذب كذب، خطيه خطيه، نميمه. حتى نحن لما بنعبد شغلنا، انه انا عندي بوست، انا مهمه، انا كذا، ما بنتخلى عنهم، هول كلهم خطايا. صحيح. مجمعين فينا، معشعشين فينا. صحيح. لازم نتخلى عنهم. نرجع اكيد. قبل ما نرجع لجوني توني، حناخد اتصال معنا مارون على الهواء. مساء الخير مارون. سلام المسيح. المجد لله. دايما لله. اهلا وسهلا فيك، تفضل. عندك اي سؤال او عندي شغله بس بدي احكي فيها؟ انا تفضل. كنت كتير اني اسمع، اطلع كل يوم على قداس، احضر الساعه 6 المساء. نعم. هالفتره موضع الكورونا وهيدا ما عاد بقى رحت على الكنيسه. كنت كمان قبل ما نام دائما اقرا بالانجيل. هلا فيني شغله ما عم بيكون الي النفس اني اقرا بالانجيل، وامبارح طلعت مني، سوري على الكلمه، كفريه كثير كبيره. اليوم الصبح بيصير معي حادث، ورجعت يعني قبل كل شيء، لا صبيت ولا شيء، نزلت دغري، بس انه عم بطمن على صحته للزلمه. يعني اثنيناتنا ملبدين الحادث القوي، بس انا مش عم فيني بقى ارجع بسرعه باب الله. انا بدي اني خلص ارجع مثل ما كنت قبل. في شيء عم بيصير معي مش عم بعرف شو هو. خلي ما يلا. لا بالانجيل عم بقدر كفي، وما عم بيكون الي نفس اني كفيه يعني. والصلاه خلص، كان كل يوم مثلا الساعه 3 بالليل صلي صلاه الرحمه الالهيه، ما عم فيني اني ارجع اصليها. فما بعرف يعني. رح اعطيك خينا توني كثير لورا اكثر من ما كنت انا. ليك بدي اسالك بعض الاسئله. تفضل. إذا بدنا نشوف شو هم، كيف عم تقضي وقتك بالبيت بكورونا؟ لأنه أنت قلت حاجة كورونا سكرت الكنيسة، صح؟ أنا صراحة وقت الكورونا يعني بقضي يعني بسهر كل الليل. شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ بسهر كل الليل معهم، كل النهار بضل نايم. شو بتعمل؟ كان بضل المسحة بإيدي، المسحة بتضل حاطها بإيدي، كان في مسابة حاططها بالسيارة مع صور قديسين سلام على اسمهم، كلهم رجعت شلتهم. أنا عم بسألك، أنا بدي أسألك، أنا وياك نعرف انت كيف عم تقضي وقتك؟ ماشي نوم. وبعد النوم مقطوعة؟ نسكافيه. نسكافيه. وبعد بتصلى بابشي بشني او انا ورفقاتي. انت ومين؟ انت ومين؟ هو رفقاته. انت ورفقاتك، شو بتحكوا انت ورفقاتك؟ عن شو؟ نعم بس قطش الفطش. عن شو بتحكي انت ورفقاتك؟ ماشي نقعد مثلا تسلاية او ليخة 400 تليفونات، حيلا شيء، بس
ولا شيء، ما بنجيب سيرة الدين ولا بنحكي اشياء بالدين. كيف عم تحضر سيد سيفن هلا؟ ليه منك عم تحضر شيء ثاني؟ الساعة ما كان بيقول لي شو رأيك نروح الليلة نايت أو نروح الليلة كيف صار؟ طيب مارون، مارون ليه عم تحضر سيد سيفن اليوم؟ نعم؟ ليه عم تحضر سيد سيفن؟ بدي أرجع أفوت على باب الله. طيب أنا بدي أعطيك بدي أعطيك كم وصفة. تفضل. بتعرف الإنسان إذا كان فايت بمزرعة، مزرعة خنازير، بمزرعة الخنازير إذا بتفوت فيها وبتطلع منها بتشم ريحة التيبك بتلويها عن كل ريحة شو؟ خنازير. خنازير. هلا أنت من بعد ما سكر القديس مرقت بتونيل اسمه تونيل خنازير، طلعت منه ريحتك طالعة، منك طايق هي ومنك طايق، حتى حيلك منك طايق. والإنسان مثل السفنجة، شايف السفنجة المنجلي فيها؟ سفنجة؟ مثل السفنجة، بتحط سفنجة بالمي بتشرب مي، بتحطها مع رفقاتك اللي بيحكوا بالليخة وبالدولار وبالكورونا وبالمرض، حيصير منو بس تشيل المسابح وتوقف إنجيل وتوقف تقرأ حتكره وتيأس حالك ورجعت للموت. مشان هيك بيقول أي شركة بين مؤمن وغير مؤمن، أنتم من العالم ولستم من هذا العالم، أنت افترت روحيا، مشان هيك بتدعيك. أنا بقعد عن وياك لبس ساعة برجع بشعلك، بتحديك، ليش؟ لأني مليان من الروح القدس. مظبوط. روح اقعد مع أشخاص مليانين من الروح القدس، تتشرج منهم، فاقد الشيء لا يعطي. ما تقول ما بعرف ليه صور معي هيك. أنت سبب إنك سلكت بالجسد، منك عم تسلك بالروح. مشان بمزمور واحد شو بيقول؟ هنيئاً هنيئاً لمين؟ لمن لا يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخاطئين لا يقف، بل في شريعة الرب مسرته بها يلهج نهاري وليلي. بقى بدي انصحك هلا، وقف ملح، وقف سكر، وقف رفقاتك، وقف تلفزيون، زيد دوز كلمة ربنا، ترانيم سيت سيفن، أخبار سهرة روحية، كيف يوم يومين هتلاقي حالك بلشت تشرج، لأنه الرب ولا ممكن تقدر تعيش الفرح والسلام ويفتر محبتك للرب إلا ما أنت تكون السبب، منك أنت منو من الرب. بقى يلا نوم، ما في عنا نوم، قوم قوم يا نايم من النوم يا كسلان، وافتح إنجيلك وافرح بالرب وسبح الرب واشكر الرب على كل شيء مرقت فيه، وحترجع تمتلي، ما بدها شيء. يعني حط التليفون بالشارجر شوي بيجرب يشارج، بيجرب يشارج، انت مطفي، بدك تشريج، ما بدك شيء، قصة بسيطة هيني. بقى وقف ملح وسكر، وقف رفقاتك، كورونا، تلفزيون، اخبار، ليخة، لانه الوقت غالي، افتدوا الوقت، ما هيك عم بتضيع وقتك. مش هيك طبيعي عم بترجع تفوت بالعالم. ما انا بدي ارجع فوتك وين وانت بدك وانا بدي انك ترجع تمتلك، تكون بالملكوت، تعيش حياة حلوة فرحان وسلام بدون قلق. فهمت حبيبي كيف خيي؟ يلا قول يا رب، هلا بدك تاخذ قرار، القرار اللي بناخده بنصلي انا وياك سوا، انه يا رب انت ترجع بداخلي حب لكلمتك. يا رب اديني قرار قول لا اني قاعد مع اشخاص بيحكوا كلام بشر، اسمع كلام كله من كلامك، وشوي وشوي بصلي انه الرب يمليك، يحميك من كل شر وشبه شر، يمليك من محبته، ويكون عم تستخدم شخصك انك تبشر رفقاتك اللي عم تلعب انت وياهم ليخة، تبشرهم بالمسيح لانه هني ميتين، ما تموت معهم يرجعوا للحياة، ويكونوا كلكم كنيسة وجماعة مؤمنين، والرب يستخدم كورونا ترجع تفتح الكنيس، انه انتم تكونوا على الكنيسة عم بتجولوا وتبشوا بالمسيح، لانه اذا بتشوف حديثكم كله اللي عم بيصير بالليخة وهيك كله سب وتذمر، واختك وامك وانا سائل مجرب وما تسأل حد. بدنا نشكر اتصاله لمارون. معنا اتصال من قطر، مساء الخير سالم المسيح. اوكي تفضل توني. نرجع من كفي، رب شفى بيتك من شو؟ نحن شفينا من الخطية أول شيء. شو شفيك أنت؟
شخصيا. قرب الميكرو شوي اختي. اوكي. انا شخصيا شفاني انه بلش صلح بحالي، صرت افتح انا كتاب الانجيل، صرت اعرف مزبوط شو هي مشيئه ربنا. لما كنت صلي له لتكن مشيئتك ما كنت اعرف شو هي، هلا صرت اعرف شو هي مشيئته. شفاني من كتير قصص، من الكذب، من النميمه. كنت كذبه؟ اكيد. بس اذا واحد هيك انه هلا اذا بدي اسال، اذا هلا بتسال فيني مرته لرفيقي وقلت جوزي عندك، اذا قلت لها لا بيطلقوا بعضهم، بقى مضطر كذب انا. شفتي كيف بنحلل الكذب؟ مزبوط. هن ثلاثه لانه هو مكذب مرته انه لحونتوني، انا ما عرفيتي. انت عم بتزعل الله كرمال مين؟ عم بتبيع الغالي بشي رخيص. فمشان هيك اليوم بدي واجه رسالة من خلال اختي، فليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. اوعى تكذب. الكذب اسم مين؟ الكذب ابن مين؟ كذب كل انسان بكذب، كذبة بيضة صغيرة بيتي او جران، هي اسمها كذبة يا كذاب، يعني بمعنى اخر ابن بيك. منو بيك؟ ابليس، رئيس هذا العالم. اباكم ابليس. انت معقولي ابن ابليس؟ لا، وقف كذب. توني معنا اتصال من قطر. سليم، سليم المسيح من قطر. من قطر، نعم. لو بتوطي شوي لو سمحت التي في من عندك لنقدر نسمعك عبر التليفون بليز. مساء الخير. الو. نعم، انت على الهواء. اهلا وسهلا. بس بدك توطي كتير التي في لانه ما عم نقدر نسمعك ابدا. ما عم تسمعيني؟ نسمعك من الاباري لو سمحت سليم. هاي من التليفون. ايه بس بدك توطي لو سمحت التي في شوي. تلفزيون. اطفي التلفزيون. توطي. لحظه. توطي. ايوه. بعد شوي. اوكي. اهلا وسهلا فيك سليم. كمان بعد شوي صغيرة بدك توطي لانه ما عم بقدر اخد حديث معك. بدك توطي على الاخر لنسمعك. انا رأيي تطفي او تكسره. سليم انت بعدك معنا على الهواء. عندك اي سؤال؟ وطيت التلفزيون. كثير منيح. عندك اي سؤال تسالنا اياه؟ لا بس بدي مسيكم بسلام الرب يعني. امين. صور معكم. انا اخ موجود بقطر من الكنيسه الانجيليه. ربنا يباركك. كنت اخذ رقم استاذ طوني. نعم. فرنجيه لابقى اتصل انا وياه. اكيد. نحن بنعطيك رقم الاخ طوني تحت الهواء. اخ سليم هلا بتحب شي تسال؟ اكيد تكرم عينك. بتحب شي تسال اي سؤال؟ او يترك رقمه هالهوا اذا ما معناته رقم. نعم سامع هو شو عم يحكي. اخي اول شي انا تحيه لقالك ولاهالي قطر ولكل حدا بيتواصل معي من قطر. اهلين اهلين اخ طوني. ولكل مغترب كان لبناني او غير لبناني. لا لبناني. انا بوجه تحيه لكل لبناني ولكل غير لبناني، مصري وكل حدا موجود بقطر. ولا هيدي قطر هالبلد الحبيب اللي عم بيستقبل كل الاشخاص تيكونوا عم بيبنوا حياتهم بهالبلد المبارك. انا وابني ومرت ابني مؤمنين وانا ابتديت مع الرب يسوع. اول مره اجى ايمن كفروني لهون وكان صلينا وطلع تنيمي دايس على عسلك يا عالم، وهيدي شدتني واخذتني الى اقصى الحدود. الرب بيكلم شعبه دايما، واليوم الرب عم بيكلم شعبه بكل بلدان العالم، بعده عم بيكلمه بمختلف. لك الرب بيكلم شعبه من حمار، بيكلم شعبه. الرب بده اياك، حط عينه عليك، بيحبك، مشان هيك كلمك من خلال خينا ايمن كفروني وتحيه له من خلال ترنيمة دايس على عسلك يا عالم. رقم تليفوني حتاخده تحت الهواء، اذا ما اعطيوك اترك رقم تليفونك انا بتواصل فيك. بشكرك من كل قلبي هتليفونك وتحيه لكل الاشخاص اللي عم يسمعونا بقطر. ميرسي. منكمل خي مع جوني.
سلام المسيح بقلبك خيي. نحن مثل ما قالت لارا الحياة كنا ماشيين قبل كنا مفكرين حالنا مؤمنين، بس ما عرفنا بلحظة لما تراكمت كتير المشاكل بيناتنا وكل شيء، وكنا ما منعرف شيء روحيا صفر، يعني ما كنا منعرف شيء أبدا عن الروح، كنا سالكين بالجسد 100%. فات إبليس عبيتنا وخربلنا بيتنا وضلينا مين فات؟ فات إبليس عبيتنا. ثاني هو بيفوت وحده ولا انت فوتته؟ اللي احنا فوتناه بايدنا. انت فوتت يعني انت وقت تجوزت اساس انت وياها ويسوع تتصوروا واحد. كنا 100%. انكحشتوا يسوع وفتحتوا باب الابليس وفات ابليس. فات ابليس قبلنا بيت ما وصلنا للطلاق. ما نحن ندخله. ضلينا سنة واثنين تشهر. فوت ابليس هالبيت. طبعا نطول على الهوى ما معنا كتير وقت، ضلينا سنة وثمان اشهر منفصلين ووصلنا للطلاق لهيدا، وارتدينا يعني انا بلشت اقرا كتير وصار الرب بيكلم الناس كل واحد بطريقة، انا بلش يحكيني بالكتب اول شيء، صرت اقول للكل بما انه كان عندي تاريخ مش كتير حافل معه ما كان حدا عم بيصدقني، ضليتني فترة كتير طويلة تقريبا شي سنة يعني قطعنا سنة وثمانية اشهر قطعوا، بعدين سنة صار الرب يكلمني ما حدا يصدقني الى ان مرة كنت لحالي بالجبل وبلشت ابكي ما اعرف ليه عم ببكي. يعني انت وصلت لمحل كنت مدمن مخدرات، خسرت عائلتك سنة وثمانية اشهر وفصلت عن عائلتك، وصلنا للطلاق، وصلت للطلاق بعد سنة وثمانية اشهر تارك عائلتك من بعد ما نخلت الاتصال من اختنا عبير من الشام منكفي معك خبرية شفاء يسوع بحياتك. ألو عبير. ألو مساء الخير أختوني. مساء النور أختي عبير. ربي يبارك فيك بقلبك وبأهالي الشام وكل أهالي سوريا. أنا مساء كتير. خلي لي إياكي تفضلي قولي لي. للكل مشتاقة توني حيدر وماري وكلكم مشتاقين لكم وما أنا عارفانة كيف أوصل لعلمكم. ربي يبارك كلنا بشوق لك. انا بدي اقول لك انه حكيت لك قصه اخي لؤي صار له 5 سنين بهذا الموضوع هيروين، ما خلينا دكتور يعني فتلنا كل الدكاتره. خلينا نتحد. خيك لؤي شو قصته؟ لؤي جور شحود. شو قصته؟ قصته انه توفى اخي بال 2015 اخي الكبير فجأة جلطة وفات بحالة كثير نفسية صعبة كلياتنا، بس هو كان ضحية رفقات عطوه هاي المادة وادمن عليها. يعني هلا خيك لؤي بلش نعالج. نعم. كان يصيب هو مدمن مخدرات مادة الهيروين. حالته كيف اليوم؟ حالته كتير صعبة كتير. أنا بتمنى يعني موصل جلد وعظمة مع التهاب كبدي وما عبير أنت حكيتيني ولا الهيروين عم يقدر يبطل، صار عم بياخد أكثر من الزايد وصار عم بيعمل تصرفات كتير يعني صعبة بالنسبة لك عيل. عبير اختي انا بتشكر تليفونك. خلينا نتحك كلتنا هلا سوا الرب اجا مشان يحرر خيك من روح القيد هذا الادمان. الادمان هو سجن، علاجه هو الحب وكلمة ربنا. انا كنت كمان مدمن وفي كتير معنا بحياتنا مرقنا باشخاص مدمنين. أنا بصلي بهذا الوقت أنا وياكم وأنا كل حدا هيك مؤمن عم بيسمعنا منصلي منتحد سوا، والرب بيقول كل ما اثنين اتفقوا على شيء بيكون مربوط. نتفق سوا ومنربط كل روح شر بخيك لؤي، روح إدمان باسم الرب يسوع، مننهرها باسم الرب يسوع. ومنطلب هيك أنه من خلالك أنت رب يعطيكي حكمة تشوفي الأشخاص المناسبين بسوريا بالشام عند محبة ربنا. وبنادي كمان كل شخص بالشام متجدد بالروح القدس بحط له اي بين ايديه انه يتواصل معي كرمال اتي رقم لؤي او اخته عبير تيروح يكون عم بيخبروا هالبشرة الحلوة انه يسوع حي. يسوع هو ادمان احلى من المخدرات. انا كنت مدمن قبل
بقى بصلي باسم الرب يسوع انه الرب يلاقي طريقه للؤي انه يطلع ويتحرر من المخدرات. بعلن تحرير كامل للؤي، بعلن حريه للؤي، بعلن شفاء من كل اثار المخدرات باسم الرب يسوع جسديا الكلاوير وياه باسم يسوع المسيح. شفاء شفاء شفاء. بقول لك يا رب يسوع تحنن يا رب، تحنن واشفك يا رب. يا رب اشفك هعبير بدموع يا رب تنظر لخيا. انظر يا رب، انظر 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 واشفي يا رب. مد يمينك الان يا رب باسم الرب يسوع، تحنن يا رب. سهل الطرق امام عبير تتلوي اشخاص مؤمنين، تحنن يا رب باسم الرب يسوع. نؤمن يا رب، نؤمن نؤمن نسمع اخبار مفرحة وسارة باسم يسوع، باسم رب يسوع. اتصال تاني معنا، معنا الياس من لبنان. سلام المسيح الياس. معنا ومعكم. اهلا وسهلا فيك بسهرة روحية. اول مرة بتتصل يعني فينا؟ ايه اول مرة. يا اهلا وسهلا فيك. تفضل. اهلا فيك. ومن الصدف الحلوة انه هالمحطة صارت عم تيجي عندي وبسمع بخينا طوني كتير. بس ما بعرفه هلا اني يلا هلا معك الوقت كله انك تحكي معه لخينا طوني. خي الياس حبيبي ربي بيركك. انا وقت ما فيي صلي ساعات تعلمت من زلمي وصلني على يسوع انه ما فيك تصلي، وانا ساعات ما فيي صلي بس يسوع بيكون عم بيصلي فيك. اسكت، قال لي واسمع واصمت، هو بيكون عم بيصلي. وعلمني شغله انه اني اسلم لك ذاتي فافعل بي ما تشاء وانا لك شاكر. امين. هو تعلمته من عمري 30 سنه كان. وقت كنت بالمدرسه وعم تحكي عن المصايب اللي عند الناس والامراض اللي عند الناس من الادمان ومن القمار ومن الطمع ومن الحسد ومن بالاخر الكذب، يعني اهون تسميتها هاي، خلقاني معنا من نحن وصغار اتعلمناها بالمدارس. بدك تكون احسن من غيرك، انت الاول، انت معك مصاري، انت ثيابك احلى، انت بتجي عربيه بتوصلك. هاي مهم. يعني مشكلتها الامراض كلهم من التوجيه نحن وصغار ونية المدارس المسيحية اللي مفروض توجه الكبير فيكم خادمكم وانت كيف بدك تحب غيرك وتعلم الناس. المسيح قال لهم اذهبوا وبشروا وتلمزوا العالم اللي علمتكم اياه. عم بيعلمون الجبر وجيومتري وحسابات ومين بده يكون اقوى من غيره ومين بيخترع بارودي احسن من الثاني. يعني مشكله هالامراض كلها بالتوجيه عن صغر. نحن ما عم نتوجه مظبوط وعنا اله. نحن بنقول ابليس عمل هيك. ما فيش ابليس. خي الياس يعني بدي انا هيك اختصر كلامك انه نحن من نحن وصغار بطبيعه بشريه خلقنا بطبيعتنا البشريه. اليوم عم نوجه كلام انه الرب بده يحولنا من طبيعه البشريه الى طبيعه الهيه بالروح القدس. اليوم من في كثير اشخاص من مدارس كانوا منيح، يعني لا بأس، ما بدنا نناقض المدارس. منصلي لن انا وياك هلا نتحد انه يا رب انت جدد نهج المدارس ليكون انت الاول مشان توجهنا نحو محبه الله من كل قلبنا وفكرنا ونفسنا ونكون خدام حقيقيين، نطلع من المدارس والجامعات خدام يسوع مش خدام ذاتنا والانا. وهيك شيء انا بشكرك عم حبتك، بشكرك على تليفونك اللي يسكرني بصلاتك. ربي يباركك. ما بعرف اذا معنا اتصال مارون او ما في اتصال. دقيقة لا يكون جاهز. الرب حررك من شو خيي؟ الرب حررني من كل نوع عبودية وكل شيء. يلا مثل شو؟ اعطيني شو يعني كيف عبودية؟ العبد يعني كنت عبد؟ كنت عبد لشو؟ عبد للحشيش، كوكايين، لكل يعني حشيش؟ ك...
كل شيء. بس الحشيش نبتي من الارض بركه ايدي. بالمصري البانجو، البانجو. ايه حررني من كل شيء، من الكذب، من النميمه، من حي الله شيء. صرت اعرف اول شيء انه انا الكذب من بدايه الغلط دائما، مثل ما انت قلت بدايه الغلط منا ببلش منا، نحن بنفتح الباب وما بنعرف الكلمه وموجهين غلط كمان، يعني ما بنعرف كيف شو الطريق. انا بنصح كل واحد يكون عنده مرشد روحي ليعرف. بعد ما فات سوق بيتك كيف صرت انت والمره اللي كنت انت ما بدك تراجع وما بدك اياها سنه وثمان شهور بدك تطلق؟ تحولنا سامحنا، صرنا نعرف نقول ابانا مزبوط، صرنا نعرف نحب بعضنا، صرنا نعرف نصلي، صرنا نعرف نفتح انجيل، صرنا نعرف نحب بعضنا، اكيد سامحنا بعضنا، صرنا نعرف شو بده، شو مشيئته بحياتنا. أمين. شو بده منا، كل شيء فتحت عيوننا. اذا لا نتصور ما وصل لبيتك، شو كان صاير اليوم ببيتك؟ دمار، خراب، الاولاد بضياع، كنا كنت طلعت بالمخدرات، يمكن كنا رحنا للموت. للموت؟ نعم، الموت الروحي. يسوع حي؟ يسوع اكيد حي. انجيل محرف؟ الانجيل كيف ما كان حررني وخلصني من كل خطيه. بشكر الله. يسوع يجول يشفي؟ يجول يشفي على طول. صنع خير ببيتك؟ صنع خير ببيتك؟ عمل خير؟ حول بيتي كله من اولادي. في شيء زعيم عمل معك اللي عمله يسوع معك؟ اكيد لا، ما عندي. في شيء ماديات عملته معك مثل ما يسوع عمل معك؟ في شيء طب، في شيء حكيم نفسي عمل يسوع؟ ما في غير يسوع الملك الوحيد على حياتنا وعبيتنا. يسوع قادر على كل شيء. لكل حدا عم بيسمعنا، كيف ما كانت حيلتك، شو ما كانت حيلتك، متى ما فات يسوع بيقلب الدنيا كلها، بيشقلب الدنيا، جننا. يسوع قادر على كل شيء ولا يعسر عليه اي شيء. اتصال من طارق من الدنمارك. سلام المسيح طارق. سلام المسيح بقلبك، تفضل. بحكي مع اخوي توني. ايه تفضل. تفضل عم يسمعك الاخ توني. طارق، اهلا اهلا بطارق الدنمارك. مأخر شوي. كيفك اخي توني؟ ربي يباركك. سلام المسيح. سلام المسيح طارق، وسلام المسيح لكل اهالي الدنمارك. شكرا اخي الحبيب، ربي يبارك حياتكم. خلي لي اياك خيي طارق، كيفك انت؟ نشكر الرب بخير اخي الحبيب. انا بس اتصلت حابب اول شيء يعني اقول اشكر الرب يسوع المسيح من اجل، وبدي اقول لكم واشجعكم واقول انتم في صلواتي كل يوم، انا بشكر الرب من اجل النفوس اللي خلصت من خلالكم، وبصلي انه الرب يمجد بلبنان، لان انا فلسطيني من لبنان. انا مسيحي في لبنان، ولكن ما كنت اعرف المسيح، ولكن اسم الرب يسوع التقيت في المسيح في دمك وغير حياتي، واللي بشروني مش مسيحيين، بشروني اسلام. وانا صرت اصلي لأقول للرب انه يعملني مبشر، وباسم الرب اعطاني النعمه. وبدي اقول لك اخي الحبيب، انا بدي اتشكرك كثير هتليفونك، انت دائما بتشجعني، ربي يباركك. انا متابعك كمان ومبسوط فيك وفرحان فيك. انا بدي اصلي انا وياك هلا انه الرب يستخدمك ويعطيك جرأه ولسان ناري، لسان ناري، تلهج بالمسيح ليل نهار، ما تسكت ولا تهدى ولا تخليه يهدى. خبر وما تخاف. نشكر رب عليك، شو ما بتحكي، شو ما بتحكي، كلامك حلو وصاق بعمل الرب فيك. كون متحد بقلب كنيسة، بقلب جماعة، لأنه تتنمو أكتر بجسد. والرب يباركك، أنا كتير بحبك وبشكرك. ها تليفونك، وتحية لكل حدا بالدنمارك، ومنصلي كلتنا سوا هيك. كون كل غيمة سودة فوق الدنمارك، كل روح من روح الله فوق الدنمارك ننهرها باسم يسوع، من رج دم يسوع على الدنمارك. كون دنمارك هي عم تمجد اسم الرب. وأنا بقول لهم شغلة، أنت اللي بشروك هني أشخاص خلفياتهم مسلمين. أنا بقول شغلة، وكنت أخدم بالسجون، انزل على السجون أخدم السجنة. السجنة بلبنان تقريبا 95% منهم خلفيتن اسلام، و5% منهم مسيحيه. اول كلمه يقول لهم اياها للمسلمين، قال لهم انا بعتذر منكم بصدق، وانا هلا كل انسان مسلم عم بيسمعني بمحبه وبشدها ايدك، بقول لك عن جد بعتذر منك، سامحني سامحني سامحني، لمين عم بقدر اوصل المسيح الحقيقي.
نعتذر منك لأنه شوهنا اسم المسيح قدامكم. حقا إن كن ترفضونا لأنه نحن مش عم نعيش المسيح. أنا بعتذر باسم كل مسيحي هالهوية، بس اليوم بدعيك، بدعيك بمحبة. إنجيلك موجود، الإنترنت موجود، يسوع بحبك. ما في حب حقيقي إلا من يسوع المسيح، هو الوكيل الحصري للحب. قلبك يابس بدونه. أنا من يجي ما بيهمني تكون مسيحي هالهوية أو بدي الهوية، ما هي ما بتفوتك على السماء. أنا الكل اللي بيهمني إنك أنت تعيش بفرح، بسلام، بحب، تعيش حياتك حلوة، تتحرر من كل قيد. بوجه كلامنا كل مسيحي يعيش هالهوية. اوعى تقول إنك مسيحي وأنت مش فرحين فرح الرب. أنت ممتحة لصفة بدي يرفع عليك دعوة احتيال وتنصيب، لأنك أنت متضايق إنك مسيحي والحزن هوجك. بالمسيحية ما في حزن، بالمسيحية ما في تعب، بالمسيحية ما في إلا سلام، ما في إلا نجاح، ما في إلا عطاء. بالمسيحية ما في بخل، المسيحي جذاب. أنا بقول يمكن الإسلام تبشر البشرية كلها بالمسيح، لأنه المسيح يجول، عم بيظهر وعم بيطلع بآيات وعجائب، وبصلي آيات وعجائب وأحلام ورؤى تشوفوها لكل المسلمين والمسيحيين اللي بعيد عن الحياة عن الملكوت. الملكوت هو بقلبك بداخلك. المسيح بد إجا كرمالك، كرمال يعطيك حياة حلوة. آمين. يتغزونا يا رب. آمين 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 آمين. Thank you طارق، شوف التليفونك كيف شعل قلبي. مين معنا؟ معنا اتصال خيطوني. من مين؟ معنا حنة. دايما أنا وقت مخلص. حنة من بلجيكا، تلفزيونك كتير 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 عالي، بدنا نوطن وطن 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 لنقدر نسمعك ونتواصل نحن وياك. اوكي. تفضل. روح حنة. تفضل حنة. الو. ايه نعم حنة تفضل، انت على الهواء. سلام المسيح للجميع. اهلا وسهلا فيك. عم بسمع في صوت عم بيقطش كتير، ونحن عم نسمع خش كتير قوية. خلي يحكي، نحن نسمعه شو سؤاله. مش عم يسمعنا. خي حنا نحن مثل نور. ربي يباركك ويطول عمرك، واختبارك حلو كثير. انا كمان كان عندي نفس الاختبار. حلو. نفس الشيء كمان، كنت واقع بالمخدرات. ايه. اجا وانقذني وشفيني، ونحن اليوم هون ببلجيكا بنروح منبشر وبنحكي عن المسيح من مكان، لانه هو ملك الملوك ورب الارباب. وكل انسان لا يؤمن بيسوع المسيح انه مات وقام لن يرى ملكوت السماوات، لانه المسيح اجا عشان خلاص البشر أجمع. واللي حيرفض موت المسيح وقيامة المسيح لن يرى ملكوت السماوات، وستكون عليه دينونة. رح نشيل البرودي ويعمل لك رشقة. هللويا هللويا. نشكر الرب عليك خي حنا. ربنا يباركك. دقيقة شوي. نشكر الرب عليك خي حنا، كلامك رائع 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 رائع. نشكر الله. أنا بدي أشكر الرب عليك، بصلي إنه الرب يستخدمك، يستخدم كل انسان مسيحي يكون. لبنان هو رسالة الشرق، هيك بقول البابا، رسالة الشرق. بقى بنرجع بنقول انت بولس، بطرس، رسول، الرب اختارك تروح وتخبر ايش الرب عمل فيك. بصراحة بصراحة بدك بيني وبينك كلمتين، ما حدا فينا شيء صالح. وانا بقول ما عندي بقلبي هل قدي محبة لله، لو ما الروح القدس سكب بقلبي ما بقدر اقول بحب الله. صحيح. يعني كلتنا بدنا نقعد بالروح القدس. صلي انك تنمى اكثر بالمسيح، تنمى بالحكمة والمعرفة، تنزب كل شخص للمسيح. شكرا. تحية لكمان كل اهالي بلجيكا، لكل لبناني، لكل عربي ببلجيكا، يكونوا هني صورة المسيح وسفراء المسيح وريحة المسيح الزكية، يجذبوا العالم كله، ويكون بلجيكا هي السماء هالأرض. حناخد ننهي معهم، وبعد ما ننهي مع أخواتي ننهي بآخر ترنيمة. ريسو من شو شفيك؟ مثل ما قلت شفاني من كل شيء، كل عبودية، كل شيء معقولة
فكر فيه غير يسوع شفاني منه. يعني أبسط الأمور، أولا المخدرات، مخدرات حرارة كله من الأنا، من الأنا، من كل شيء، كذب، كره، نميمة، كره، حقد، سمحت الكل، سمحت حالي، سمحت. هلا شو عم تقول؟ عم بشر بالمسيح؟ أكيد ما بدي أقول بشر بالمسيح، بفكروها إنه عم بشر بشيء، عم خبر إنه الطبيب اللي شفاني. الطبيب اللي طببك تعود طببه، لأنه العالم كله عايش بأحزان. أكيد أكيد، يعني حابب كل حدا هيك يدوق اللي لحنا دقناه. بتمنى إنه بس إذا بدك المسيح بدك تطلبه، بدك تعرف كلمته أهم شيء، تفتح إنجيلك وتعرف شو بده منك، بس تقدر تتوجه. يعني شو بدك مقاد. تقول شو بدك تقول اليوم أنت ومدامتك ليسوع؟ أنا بدي أشكر، بدي أشكر يسوع أكيد، لأنه فات على حياتنا، لأنه عيطلنا، لأنه حولنا حياتنا، شالنا من الزبالة، من كل شيء، من كل شيء كنا فيه قديم، من كل عبودية. آمين. بشكر الرب أكيد كل لحظة وكل ثانية، وبتمنى من كل حدا آمين يفتح إنجيله. بس أنا بدي صلي قبل ما ننهي بآخر ترنيمة، بدي صلي لتيودورا من مصر. صلي حسب حاجتك، ما عرفت شو حاجتك، صلي إنه الرب هو بيعرف شو في بقلبك، الرب يعطيك سؤال قلبك، الرب يشفيك، الرب يحررك، الرب يعزيك لأنه هو إله المعزي، الرب يفيد عليك من روح التعزي، روح السلام، روح الفرح، روح الراحة، الرب يمسحك مسحة جديدة هيك، الرب تخرج قوة منه وتسدد كل نزيف بحياتك وبحياة كل حدا عم بيسمعنا. حصلي لنقولة ولمارون ولعبير ولليل بتطلب الصلاة توني لبي وأخوها من مصر، سماح الأخت سماح، كمان نصلي لأختنا سماح هي وهالته وبيا، إنك يا رب تجي هيك وكل شر وكل مرض موجود حوله للخير باسم الرب يسوع. يا رب حول هذا الفرح، حول هذا المرض لمجد اسمك باسم الرب يسوع. يا رب تجي هيدا البيت يا رب باسم يسوع، تجي هيدا البيت هيك تدخلوا لهالبيت، ندعيك يا رب، ندعيك أختنا، ندعي الرب، قلوا يا رب تعالى بيتنا، تعالى يا رب، اعطيني روح الشكر، اشكر الرب في كل حين على كل شيء. يا رب اعطيني ان اشكرك لانه كل الاشياء تعمل الخير، بشكرك يا رب مرض، وبطلب يا رب ايدك اليمين تحطها بيو هبيا وهخيا، لمسه شفاء باسم يسوع. يا رب تشفي شفاء روحي ونفسي وجسدي لكل حدا عم بيسمعنا. بصلي باسم يسوع انك يا رب تجي تكشف ذاتك لالن، تكشف محبتك ذات لالن يا رب. يا رب كلنا بحاجة، قلبنا فاضي في فراغ، ما حدا بيملي إلا أنت يا رب. تيجي بتمد يمينك تشفينا من كل جروحات نفسية عميقة، جرح عميق قديم، كل كلام سلبي حكى علينا ينكسر يا رب، كل كلمة طلعت من تمنا ما بتمجد اسمك منكسرها يا رب. منصلي لكل مسلم يا رب إنك تيجي يا رب وتظهر لألن إنك أنت إله الحق. منصلي لكل إنسان تعبان، بنصلي لكل انسان عنده احتياج انك تجي تسدد احتياجاته يا رب. يا رب انهر كل روح ابليس من داخلي ببيوت باسم الرب يسوع. امين 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 امين. بدنا نعتذر من حبيب من لبنان كمان توني. مين؟ حبيب من لبنان بدنا نعتذر منه، ما قدرنا اخذنا اتصاله. حبيب. كمان بدنا نذكره بصلاتنا. حبيب. حبيب ربي يباركك، جمعة الجاي اذا الله راد حنكون نحن وياك بنسمع اتصالك، بنصلي كمان ان الرب يجاوبك، اذا عندك شي سؤال الرب يباركك. الوقت القصير ننهي بتسليمة عمانوئيل، الله معنا.